السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. خرجنا النهارده يا جماعه على الصيد، حفرنا على كوبرا اكثر من 4 ساعات. طبعا ما لقيناهاش، جينا المكان ده يا جماعه لقينا اثر لتعبان الكوبرا تاني او الجره دي يا جماعه. طبعا شايفين في اول الجح الجره والاثر بتاع الكوبرا الظاهره باينه جدا ان هي ان شاء الله داخله. سبحان الله. طبعا يا جماعه والله العظيم حفرنا 4 ساعات على الكوبرا الاولانيه ما لقيناهاش، الحمد لله دي خدت اقل من 5 دقايق حفر. شايف النخلة؟ نعم. النخلة. ما شكلها ده كله ضخم والله. ثاني. سبحان الله يا جماعة. طبعا نصيب. قسما بالله حفرنا أكتر من 4 ساعات. على كوبرا ما لقيناهاش، سبحان الله دي ما خدتش 5 دقايق حفر. طبعا لان الجره بتاعتها او الاثر بتاعها كان لسه جديد. طبعا يا جماعه الكوبرا شكلها كانت بتشمس عشان كده شكلها فايق قوي، احنا في اخر النهار طبعا شكلها طول النهار كان في الشمس. طبعا يا جماعه طولها حوالي 2 متر.
كل يا جماعه معديه المترين. واحده ادي يا جماعه الطول الكبرى. سبحان الله يا جماعه، طبعا شكلها بلون الارض بالظبط. بالظبط يا جماعه حوالي 210. يا دي يا جماعه زي ما عودناكم انياب الكبرى. شايفين شايفين يا جماعه كميه سم كتيره جدا. شايفين بتضخها تاني. بصوا يا جماعة دي برضه كمية سم. هات مية هات مية مية. عايز اغسل ايه؟ اقف ده هنا؟ اقفل ده. صباعي كان متعور. السم طبعا يا جماعه لما يجي على التعويره فبتبقى خطر. طبعا رحت غسلت ايديا وربنا يسترها، والحمد لله ان احنا جبناها. لو عجبك الفيديو ما تدوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر. زي ما قلت لحضراتكم كل يوم جديد.